يا مرا شوفي، من شوي شفت الناس مجموعين ببيتنا سايبنا، لشو هالجمعة؟ شو بده يكون؟ قال حنة مرفت أو هيك شي، ما بعرف. شو فيها إذا حنة مرفت؟ ليش ما بتروحي أنت كمان؟ هيك مناسبة بتكون منيحة لتتصالحوا. اسماعيل، بدال ما أتصالح مع هدول الجماعة يلي ما بيتسموا، بزت حالي من الشباك أحسن لي. هدى اسماعيل، أنا ليش بدي أروح على بيت هالناس؟ كل أهل الحارة راحوا، إذا رحتي شو بيصير يعني؟ والله أنا مريت بطريقي لعندهم وشفتهم، عن جد كل أهل الحارة كانوا هنيك. شو عملت؟ مريت بطريقي لعندهم، شو عملت؟ بتجنن يا روحي، كنت خذ لهم صدر بقلاوة بطريقك كمان. أخذت لهم بس ما قبلوا. ابني، أنت الظاهر ما في براسك ولا ذرة؟ خلاص مو صفيان عندك كرامة بنوب؟ آخ يا ربي من حظي، ليش عم يصير هيك معي؟ ليش حظي هيك قليل أنا؟ طول بالك، إذا بقيت بهالحالة هاي البنت وأهلها بدهم يدوسوك برجليهم. شو ما فهمت؟ لك قلت منكون نحن الكبار، وين المشكلة يعني؟ في مشكلة، رحت زليت حالك، حتى الحلو ما أخدوا. مرة تانية من غير ما تخبرني اوعى تساوي شي أبدا. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. المخلوقة راحت ليلة الحنة. ايه الله يرحمها، شي بجنة الفخرية. بلشت تصدق انه مرفت منحوسة وابدا ما لاحظت. يعني باول مرة رصاصه كنتوا رح تموتوا وماتت حماتها، هلا شو ضل اكتر يعني؟ فخرية. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. ألو ماجد. حياتي، عندي خبر حلو. ماجد لو تعرف شو صار هون. شو صار؟ مقبولة حمات ميرفت توفت. عاصم، البقية بحياتك يجعل مسواها الجنة. آمين عاصي، شكرا. الله يرحمها أخي. شكرا جهاد. العوض بسلامتك عاصم. يسلموا يا عمي فايز، موتة أمي كانت مثل جنازتها، هادية وما حدا تلبك فيها. المنح بيجوا على الدنيا بهدوء وبيروحوا بهدوء، الله يرحمها. آمين يا عمي فايز. الله يرحمها. كل عيش يا عمي فايز. رح نقرأ كلنا على روح المرحوم الفاتحة. آمين آمين آمين. عايشة يا روحي؟ أنت منيحة؟ إيه. عايشة؟ كنت بتحبي تيتي كتير مو هيك يا بنتي؟ مزبوط. يلا هيك الله راد هلأ يا روحي، راد إنه ياخد تيتي لعنده. بس لا تزعلي، كلنا رح نكون مكانة بإذن الله، وأمك ميرفت كمان. إيه أمي أبداً. أوف يا ايه والله رح اوقع من طولي. ايه وقعي، ما كان ناقصنا غير توقعي من طولك، اصلا مقلوبة الدنيا. خدي هدول يلا. يا ربي يا نوران، لك شو هاد اللي عم يصير فينا نحنا؟ بيوم عرسها راحت اشتغلت المسدسات، قلنا بنعمل حنة بتقوم امه بتموت. معاذ الله، لكان اذا كتبنا لكتابة زلزال رح يكون الظاهر. مزبوط والله، مزبوط والله. الظاهر انه هالبنت معيونة وفي عليها حسد من حدا. لك ان شاء الله يموت كل اللي حسدها. ان شاء الله إن شاء الله. زهرة، في حوالي شيخ بيكتب حجابات، واللي بيعرفوه بيقولوا شاطر. إيه هذا الشيخ نفسه طاهرة، وقال عنده هيك حكمة كبيرة كتير، إذا بيشوف إنسان وبيقرأ له بيشيل الحسد عنه. شو رأيك تروح تجربي؟ خلينا نروح نوران، وإلا هالبنت ما رح ترتاح بنوبة بحياتها. البقية بحياتكم ابني. انت
تسلمي يا هدى خانم. النسوان جوا بالبيت؟ شلونكن يا جماعة؟ كيف بدنا نكون يعني يا ست هدى؟ ماتت المخلوقة ليلة الحنة. ايه حرام، هي بنته العاصي؟ ايه هي. عيشة قومي سلمي على خالتك هدى يا روح قلبي. الله يرحم ستك يا روحي. بتكون المخلوقة ماتت من قهرة عند هالناس القليلين الأصل؟ والله يا عيني هالبنت الصغيرة انحرمت من حضن ستة، وقعت بحضن مرت الأب يا عيوني. الله يصبرك يا رب. اي الله، زيارة التازاية بتخلص بسرعة، بدنا نمشي ونفضي المكان لغيرنا. يلا خلونا نروح. قوموا يلا. لا بعدني لسه هلأ قعدت. مرة تانية بترجع لعندن. يلا يلا. قوموا لقوم. الله يرحمه. الله معك. يا الله دخيلك، شو صار معنا؟ يعني من كم ساعة كنا عم ندق ونرقص مبسوطين، بس انقلب هلأ كل الجو، صرنا بتعزاي وقاعدين عم نندب. هالحياة كتير غريبة يعني. فخرية شو صار لك؟ لشو كل هالحكي؟ سكتي بقى. أنا غلطت بشي ناريمان. شوفت الميت مو سهلة، بجوز كون انصدمت وبجوز يكون مخي انضر عن جد يعني. اسمعي، خالتي زهرة وعمتي هنين عم يتزورونا من هنيك ورح ياكلونا، وبراهنك لسانك ما رح يقربوا عليه، رح يفتحوا راسك فورا. شوفي يا حب، ماجد وانتي حكيتوا؟ ايه شو صار معهم شان الشغل؟ ما قدرت افهم منه شو صار بالشغل. ان شاء الله يكون لاقى.